بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. مع حضراتكم المهندس محمد عبد البديع. إن شاء الله النهاردة هنبدأ درس جديد من ضمن دروس كورس الأردوينو. تمام، في الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن طرق تغذية الأردوينو بمصدر الطاقة. تمام، عندي طريقتين: الطريقة الأولانية اللي أنا أغذي الأردوينو بالكهرباء، والطريقة التانية اللي أنا أغذي الأردوينو ببطارية. تمام، إمتى أستخدم طريقة البطارية؟ لما يكون الأردوينو عندي في مكان متحرك، أو أنا عايز أعمل أبلكيشن باستخدام بطارية في مكان، يعني إيه، زي الروبوت مثلا، أو عربية بتمشي بالريموت، أو عربية بتمشي بالتليفون. تمام، فعايز أحط في العربية بطارية، ما أنا مش هوصل سلك في العربية. تمام، فهنبدأ نستخدم إيه الطرق اللي أنا أقدر أوصل بها بالبطارية. تمام، نبدأ نعرف يعني. تمام، طب امتى استخدمه ايه بالكهرباء، غزي بالكهرباء؟ لو انا عندي الاردوينو في مكان ثابت فغزي بالكهرباء، ليه اجيب بطاريه؟ تمام، فاحنا عايزين نعرف ايه طرق التوصيل بتاعت الايه الاردوينو بمصدر الطاقه. تمام، تعالوا نشوف اول حاجه دوت شكل الاردوينو اونو. تمام، الاردوينو اللي قدام حضراتكم دوت اردوينو من نوع اونو مكتوب عليه اهو. تمام، الاردوينو اونو دوت فيه ثلاث مداخل او ثلاث اماكن لتوصيله بالطاقه، تعالوا نتعرف عليهم الاول. تمام، وقبل ما نتعرف عليهم لازم نعرف حاجه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي؟ ما ينفعش اغذي باقدر باكتر من مدخل، يعني لازم اغذي مدخل واحد فقط، ما ينفعش اغذي مدخلين او اغذي ايه ثلاثه، لازم اغذي مدخل واحد فقط عشان مش هحرق الاردوينو. تمام، طب تعالوا نتعرف على الثلاث مداخل دول. المدخل الاولاني المدخل ده اللي هو بتاع كابل الداتا بتاع الاردوينو. تمام، دي المدخل ايه الاولاني. المدخل الثاني اللي هو السوكت ده بيركب فيه الجاك بتاع الادابتور. تمام، المدخل الثالث اللي هو هنا الفي انبوت ده. تمام، هجيب لكم الصوره دلوقتي وهتشوفوا شكله. تمام، ادي الفي انبوت اهو، بوصل طرف الموجب بالفي انبوت والطرف السالب بالجراوند. تمام، يعني المدخل ده يعتبر ايه طرفين مع بعض، في انبوت وجراوند. تمام، طب ادي المدخل الاولاني، وادي المدخل الثاني، وادي المدخل ايه الثالث. تمام، تعالوا نعرف اول طريقه اللي هي طريقه توصيل الاردوينو بمصدر الكهرباء. تمام، طرق تغذيه الاردوينو بمصدر الكهرباء. بالنسبه للمدخل الاولاني بجيب الكابل بتاع الداتا اللي هو كان في الصوره اللي في الاول. تمام، واغذيه بثلاث حاجات، بحاجه من الثلاث حاجات يعني. تمام، يا اما شاحن تليفون، يا اما يو اس بي بتاع كمبيوتر، يا اما يو اس بي بتاع لابتوب. تمام، طب اي شاحن تليفون؟ لا، مش اي شاحن تليفون، الشاحن لازم يكون فيه مخرج يو اس بي. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا مش بتكلم على شركه الوقت، مش مهم عند الشركه بتاعت الشاحن. اول حاجه يكون في مخرج يو اس بي، تاني حاجه اجرى البيانات المكتوبه على الشاحن. الاوت بوت بتاعه يكون ايه؟ 5 فولت 2 امبير، 5 فولت 2 امبير. طب لو 1 امبير، واحنا امبير ممكن يعمل مشكله، لان بعض الشواحن بتكون مكتوب عليها قيم غير اللي هي بتطلعها اصلا، فخليك انت في اعلى امان وتستخدم ايه 2 امبير، ولو اكتر من 2 امبير مفيش مشكله، مش هيعمل اي مشكله يعني. يفضل ما يجيليش على 2 امبير، تبقى الاوت بوت بتاع الشاحن يكون 5 فولت 2 امبير. تبقى بالنسبه للمدخل الاولاني اقدر اغذيه بثلاث حاجات، يا اما الشاحن زي ما احنا قلنا 5 فولت 2 امبير، يا اما اوصله بوصله اليو اس بي بتاع الكمبيوتر، او وصله اليو اس بي بتاع ايه اللابتوب. دي بالنسبة للمدخل الأولاني. طب بالنسبة للمدخل التاني بجيب أدابتر. تمام، وأركب الجاك دوت في السوكت ده. تمام، طب بالنسبة للمدخل التالت برضه نفس الحكاية، أدابتر بس هنا في إيه؟ مفيش جاك، الجاك مش هينفع يركب هنا، فإيه بقطع الجاك ويكون فيه طرفين، طرف أحمر وطرف أسود، طرف موجب وطرف سالب. الطرف الأحمر هو الطرف الموجب، والطرف الأسود هو الطرف إيه السالب. بوصل الطرف الموجب في الفي إنبوت، بوصل الطرف السالب في الجراوند. تمام، تمام، ده بالادابتر دوت هيكون كام فولت وكام امبير؟ قال لك في الداتا شيت بتاعت الاردوينو اونو ان الادابتر دوت اللي هيتوصل في السوكت ده او يتوصل هنا لازم يكون الرينج بتاع الفولت بتاعه من 7 فولت ل 12 فولت، من 7 فولت ل 12 ايه فولت. تمام، ولو قللت عن 7 هيعمل مشاكل، ولو زودت عن 12 هيعمل مشاكل. تمام، وطبعا ليها اسباب على حسب دايره تنظيم الجهد بتاعت الايه الاردوينو. تمام، لان الريجوليتر دوت ما ينفعش يخش له ايه اقل من 7، لو دخل له اقل من 7 هيقلل الايه
هيجي على 5 جوه، تمام. طبعا احنا عارفين الايه ان الاردوينو هو محتاج 5 فولت، بس لازم يكون في دايره تنظيم جهد تقلل الايه السبعة على 5، تمام. طيب تبقى الادابتر دوت بالنسبه لشرط الفولت بتاعه، للفولت يكون في الريج من كام لكام؟ من 7 فولت ل 12 فولت، ده بالامبير، 1 امبير 2 امبير مفيش مشكله، يفضل 2 امبير، تمام. دي بالنسبه لطرق تغذيه الاردوينو بمصدر الكهربائي. طب تعالى نشوف الطريقه الثانيه اللي هي طرق تغذيه الاردوينو بمصدر الكهرباء من خلال البطاريه بقى. الطريقه اللي احنا هنتكلم عليها الجاريات دي بطاريه بقى، دي بالنسبه للمشاريع اللي هي ايه متحركه او في اماكن مش بعيد عن الكهرباء شويه، تمام. تمام. الصناعه قدام حضراتكم دوت عباره عن ايه؟ باور بانك. الباور بانك دوت ايه؟ شحن طوارئ بيستخدموه في شحن التليفون، تمام. لو انت رايح مثلا اي مكان والتليفون بتاعك ايه فصل شحن، بتاخده معاك وبتشحن بيه التليفون، وهو في الغالب ايه هو في بطاريه من جوه اصلا بنشحن يعني، فانت بتشحنه الاول. هو بالبلدي كده عباره عن ايه؟ بطاريه قابله للشحن، تمام. بطاريه قابله للشحن، بس الاوتبوت بتاعه بيكون كام؟ 5 فولت 2 امبير، وهو ده اللي احنا عايزينه. وفي مخرج ايه؟ يو اس بي، يعني هو الاوتبوت بتاعه 5 فولت 2 امبير وفي مخرج ايه؟ يو اس بي، تمام. طبعا اللي قدام حضراتكم دلوقتي 1 امبير، بس في انواع تانية يعني، في بيطلع 1 امبير في بيطلع 2 امبير، تمام. تمام، انا هشتري باور بانك 5 فولت 2 امبير، تمام، وهشحنه. ومثل الباور بانك بطاريه قابله للشحن، بعد ما بتفضح بشحنها تاني مفيش اي مشكله، مش بضطر ارجع اشتري بطاريه جديده. البطاريات التانية الصغيره بتخلص خلاص بترتمي، بشتري جديده، تمام. في الحاله ديت بجيب كابل الداتا بتاع الاردوينو واوصل الطرف اليو اس بي في الباور بانك، والطرف بتاع الداتا بوصله ايه في الاردوينو. دي بالنسبه لطريقه الايه الباور بانك، وانا شايف الطريقه ديت احسن من البطاريه ب 100 مره، لان مثل الباور بانك بنشحن، اما البطاريه التانيه اللي هي ديت ما بتنشحنش، تمام. طب البطاريه ديت الباور بانك هنوصله بالمدخل ايه الاولاني اللي هو بتاع الداتا، تمام. طب البطاريه هنوصلها فين؟ هنوصلها يا اما بالمدخل بتاع الفي انبوت والجراوند، يا اما بالمدخل بتاع الايه السوكت، بالجاك بتاع السوكت، تمام. بوصل السوكت دي في البطاريه والسوكت دي بركه في البطاريه. هنا في طرفين احمر واسود، الاحمر بوصله في الفي انبوت اللي كان في الصوره ليك اهو، الاحمر هوصله في الفي انبوت والاسود هوصله ايه بالجراوند، تمام. تمام. طب بالنسبه للسوكت دوت هوصل السوكت ده في البطاريه، والجاك دوت هركبه في السوكت ده. دي بالنسبه لايه للطريقه الايه التاني، تمام. اتمنى من الله سبحانه وتعالى الدرس يكون سهل وواضح وبسيط، تمام. وان شاء الله انتظرونا في حلقات اخرى هنكمل كورس الاردوينو، وان شاء الله لو في اي حد عنده اقتراح او عنده سؤال يتفضل يكتبه لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هحاول في قدر المستطاع ارد عليكم في اسرع وقت ان شاء الله. والى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.